اهلا بيكم في معرض هيما شوب الالعاب الاطفال. بنقدم لكم النهارده سياره مميزه جدا، لون ازرق زي ما احنا شايفين، اكتر من رائع. مواصفات سهله الاستخدام، امكانيات مميزه للعربيه، 4 موتور زي ما احنا شايفين، كشافات خلفيه مضيئه واماميه ايضا مضيئه. معانا مجموعه ازرار للتحكم في العربيه. اول زرار معانا وهو زرار الباور اللي بيطفي ويشغل العربيه. بعد كده معانا زرار للتحكم في توجيه العربيه الامام والخلف، لما نضغط الزرار كده الامام مع الدواسه اللي موجوده بالاسفل العربيه تتحرك لقدام، ولو عكسنا الزرار ورجعناه لورا بالشكل ده وضغطنا على الدواسه العربيه ترجع لورا. وفي مرحله في النص اللي هي مرحله الستوب اللي بتوقف العربيه وتمنعها من الحركه. معانا كمان زرار احمر زي ما احنا شايفين، الزرار الاحمر ده مسؤول عن انه يخلي العربيه هزازه بالشكل ده او وضع الهزاز. نقدر نفصل الوضع ده بالضغط على نفس الزرار مره ثانيه. معانا مجموعه ازرار للتحكم في الموسيقى الداخليه للعربيه، وزي ما احنا شايفين مدخل يو اس بي، نحط هنا فلاشه نشغل عليها اغاني خارجيه بعيده عن الاغاني الداخليه للعربيه. معانا كمان مدخل ايو اكس او مايك. مجموعه ازرار للتحكم في تشغيل الاغاني الخاصه بالعربيه، لو ضغطنا على الزرار ده مثلا كده نقدر نتحكم في مستوى الصوت من خلال الضغط على الزرار ده، نعلي الصوت منه، او الزرار الاخير ده نوطي الصوت منه. تمام. معانا كمان دريكسيون فيه زرارين، زرار الاغاني وزرار كلاكس. نقدر نعلي مستوى صوت الكلاكس بالشكل ده. معانا كمان ريموت كنترول للتحكم في السياره من خلال الريموت. معانا كمان حزام امان، كرسي مصمم بشكل مريح جدا للاطفال. معانا ابواب بتتفتح بكل سهوله زي ما احنا شايفين. الناحيه التانيه نفس الكلام برضو، برفع لفوق كده والباب بيتفتح معايا بكل سهوله، شكل مميز للسياره. معرض هيما شوب الالعاب الاطفال بيقدم لك كل جديد في عالم الالعاب.